مرحبا يا ابطال، في هذا الفيديو ساشارك معكم استراتيجيه جد رائعه لتضخيم وتعريض عضلات الصدر فقط في المنزل وبتمرين واحد فقط. سوف نستهدف جميع مناطق لعضلات الصدر، عضلات الصدر من الاعلى والوسط والاسفل وحتى الخط الاوسط لعضلات الصدر. وسوف نعتمد على تمرين الضغط لكن بطريقه مختلفه قليلا، ويمكن لاي شخص ان يطبق معي هذا التمرين سواء كنت مبتدئ ام محترف، صغير ام كبير. فقط ركز على طريقة اداء التمرين، وثق بي يا بطل، بعد استمرارك على هذا التمرين لمدة اسبوع او اسبوعين سوف ترى تحسنات جد رائعة في الجزء العلوي الخاص بك. اما الان سوف نبدأ في التمرين، وسوف نقوم بمن عدة الى 10 عدات. ركز معي جيدا في التمرين. اول نقطة التي سوف تقوم بها، سوف تأخذ وضعية تمرين الضغط على هذا الشكل، ثم نقوم بعدة واحدة فقط على هذه الطريقة. Let's go. 1، بعدها سوف تقوم بأخذ هذه الوضعية لمدة ثانية واحدة. الآن ضغطتين، 1، 2، وتوقف على هذه الطريقة لمدة ثانيتين. أحسنت. الآن سوف نقوم ب3 عدات، 1، 2، 3. توقف لمدة 3 ثواني وارفع يديك بهذا الشكل. الآن 4، 1، 2، 3، 4. توقف 4 ثواني. الآن 5، 1. هذه الوضعية سوف تجعل عضلات صدرك تكون تبدو عريضة أكثر وضخمة أكثر. الآن 6، 7، 7. دائما تنفس الشهيق والزفير خلال التمرين. الآن 8، الآن 9، الآن 10، كيف ما شفتي معايا يا صديقي، فقط 10 ديال العدات وغادي تحس بالصدر ديالك، عضلات الصدر ديالك مشدودة أكثر، والدم مضغوط في عضلات الصدر بشكل أحسن، وهذا ما نريد نحن في التمرين. على ما الآن سوف تتوقف لمدة 2 دقائق وسوف نعود للتمرين لكن بطريقة مختلفة. سوف نقوم به بالعد التنازلي، يعني من 10 إلى 1. بعد أن تستريح يا صديقي لمدة 2 دقائق، هيا بنا لنستمر في التمرين بالعد التنازلي. سوف نأخذ وضعية تمرين الضغط وسوف نقوم ب 10 عدات. ركز معي،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وسوف نأخذ مثل هذه الوضعية وسوف نتوقف لمدة 10 ثواني، وركز أن ترفع يديك بهذا الشكل. الآن 9 تكرارات. الآن 7 تكرارات. وسوف تتوقف بهذا الشكل لمدة 7 ثواني. أما الآن سوف نقوم ب6 تكرارات. سوف ترى أن التمرين يصعب كلما استمريت في التمرين، ولكن هذا ما نريد نحن، أن نقوم بتفكيك الخلايا العضلية. الآن 7، هيا استمر يا صديقي. الآن سوف نقوم ب5 تكرارات. إيه 5. اثنان ثلاثة أربعة خمسة. الآن 4 تكرارات. واحد اثنان ثلاثة أربعة. وسوف نتوقف لمدة 4 ثواني. واحد اثنان ثلاثة أربعة. الآن 3 تكرارات. دائما ركز على وضعية التمرين، الضغط بشكل صحيح. 3 ثواني. واحد اثنان ثلاثة. ضغطتين. الآن 2 ضغطات. واحد اثنان. وسوف نتوقف ثانيتين. واحد اثنان. بعدها ضغطة واحدة. نتوقف ثانية واحدة. أحسنت يا صديقي. الزمن وضعناه. كيف مشي معايا يا صديقي؟ سوف أتحدث بالدارجة المغربية. كيف مشي معايا؟ تمرين جد جد رائع، وغادي تستهدفوا عضلات الصدر بشكل أحسن. فقط خدم تمرين بهالطريقة اللي قلت لك، وغادي تشوف واحد تحسنات جد رائعة في صدرك. يمكنك القيام بهذا التمرين كل يوم لمدة 15 يوم فقط، وسوف ترى تحسن جد رائع في صدرك. أريد منكم أن تعطوني رأيكم في التعليقات حول هذا التمرين، وأتمنى من كل شخص أن يقوم بتجربته، لأنه جد رائع. هذه الاستراتيجية من أروع استراتيجيات لتضخيم وتعريض عضلات الصدر فقط في المنزل، ولن تحتاجون إلى وقت طويل، فتعطيك نتائج سريعة في أقرب وقت ممكن. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم،
وما تنساوش انكم ديروا جيم وتابعونا في القناه وخدموا الخاصيه ديال الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد مع عضله جديده. اي موضوع بغيتوا نهضر عليه قولوا لي في الكومنتير. تابعوني على حسابي على انستغرام حكيم الماجستير، باش تستافدوا اكثر. ولا عندكم اي سؤال حكيم الماجستير بوم.